أهلا بكم. عادت وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة الأمن والاستقرار إلى بلدة معاد إسبري في حماة الشمالي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له فيها. وقال مصدر عسكري أن وحدات الجيش تواصل عملياتها على فلول التنظيم التكفيري والمجموعات التابعة له في محيط البلدة، بينما تعمل وحدات الهندسة على تمشيط البلدة لتفكيك المفخخات والألغام التي زرعها الإرهابيون قبل مقتل معظمهم وفرار من تبقى منهم. أكد مصدر في قيادة شرطة دمشق إصابة 4 مواطنين بجروح متفاوتة جراء اعتداءات إرهابية ب4 قذائف هاون سقطت في محيط ساحة الأمويين بدمشق. أنا حارس هون بالحديقة، ونزلت قذيفة، سمعنا صوت قذيفة ونزلت قذيفة هون ما هو مكانها، فما الحمد لله ما حدا تصاوب، ما حدا تأذى فيها. في هون بس عامل عم بيشتغل هون بالكافتيريا هاي، فهو بس جرح خفيف، ما في شيء الحمد لله. نحن بنقول لهم يضربوا قذائف، مهما ضربتوا قذائف وهاون وكل شيء ما راح بتأثروا بنفسيتنا نهائيا، وبنضل نطلع ونفوت على بيوتنا ونروح ونجي. هلا ونحن بنلعب رياضة كنا هون، نزلت قذيفة هون حد منا، وهلا نحن هون رح نتابع حياتنا ونعمل كل شيء اللي احنا بمشينا فيه، وهلا جكر فيهم رح اعمل حركات ثانية هون. قد ما ضربوا قذائف، قد ما حكوا، بتم سوريا الصامدة بإذن المولى واحد أحد. وهن جزورة الخليج ومعروفين شو هن، ونحن شعب صامد بإذن المولى واحد أحد. كما استهدفت التنظيمات الإرهابية حي القيمرية في دمشق القديمة، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات طفيفة بين المواطنين وأضرار مادية في المكان. الله لا يوفقن، الله لا يوفقن يا رب، الله ينصر هالبلد، الله ينصرنا عليهم، الله ينصرنا على أعدائنا يا رب، الله يمحيهم عن وش الأرض. شو عاملين لهم مدنيين؟ نحن شو عم نساوي لهم؟ على بيوتنا تجي علينا، مو حرام أطفال هون ميتم؟ هذا ميتم بنات طيب، مو حرام عليهم؟ أنا هون بالمحل إجت أول وحدة ما عملت شيء، هربت على المحل الثاني، فتنا لجوا تخبينا جوا، إجت القذيفة الثانية على المحل الثاني جوا عندي. كمان ما بقي لا بلور ولا بقي شيء ولا بقي، لأن الشظايا ليك على الغلق مصير كلها بتبخش وفاتت جوا. لك شو ذنب المواطن هذا يا جماعة؟ شو ذنبه؟ إنهم مجرمون، إنهم قتلة، إنهم جبناء. هذا عمل جبناء وليس عمل شجعان، والله سيسحقهم الجيش. دانت سوريا بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف محطتين لمترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية وأودى بحياة عدد من الأبرياء وجرح العشرات. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن تعاطفها وتضامنها الكاملين مع روسيا الاتحادية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا، وعن أحر مشاعر العزاء والمواساة لذوي الضحايا الأبرياء. كان مجلس الأمن الدولي تفجير مترو بطرسبورغ ودعا إلى إلقاء القبض على المنفذين، وارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين. وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التفجير وقال إنه تلقى تقريرا من رئيس هيئة الأمن الفيدرالي بشأن التفجير، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن سبب التفجير. وذكر بوتين أن الأجهزة الأمنية تنظر في جميع الروايات ومن بينها العمل الإرهابي، وأضاف أن التحقيق سيكشف أسباب التفجير. إلى اللقاء.